برنامج الحكومة. يجب على الحكومة القادمة فور تشكيلها أن تأتي ببرنامج عمل يتناسب مع متطلبات الشعب الكويتي في المرحلة القادمة، ولا بد أن يكون لهذا البرنامج مدة زمنية تبتدي بتاريخ كذا وتنتهي بتاريخ كذا. وإن قامت الحكومة بتنفيذ هذا البرنامج وجب علينا أن نقول لها إن وفقنا الله شكرا لكم، وإن لم تقوم بتنفيذ هذا البرنامج وجب علينا النصح لها، وإن لم تنفذ وجب علينا محاسبة رئيسها.